اهلا بحضراتكم من جديد. طيب، الملف الخاص بالتحكيم وماذا يحدث في لجنه الحكام؟ اخر مره انا اتكلمت في الملف ده اعتقد كان من حوالي 3 اسابيع او شهر، وقلت وقتها ان الملف ده خلاص قتل بحثا، وان المفروض الفتره اللي جايه اللجنه تبدا تشتغل ونشوف ايه اللي هيحصل في ملف التحكيم، خاصه بعد رحيل الحكم الدولي الانجليزي السابق مارك كلاتنبرج. وانشغلنا بكاس العالم للانديه وماذا يحدث في كاس العالم للانديه، والاهلي كان عنده مشاركه في بطوله دوليه خلال الفتره الاخيره في المغرب، ولكن اثناء مشاركه الاهلي في البطوله الواحد بس كان من بعيد لبعيد كده بيشوف ايه اللي بيحصل في اللجنه. مشي مارك كلاتنبرج وتم تكليف محمد فاروق الحكم الدولي السابق برئاسه اللجنه بشكل مؤقت لحين التعاقد مع خبير تحكيمي اجنبي من الدوريات الاوروبيه خلال الفتره اللي جايه. وطلع الاتحاد وقال ان مش هيكون فيه خبير عربي ولا افريقي ولا هيكون حكم مصري سابق يراس اللجنه خلال الفتره الحاليه، وفي اتفاق ان هيكون حد من اوروبا هو اللي يجي يتولى مسؤوليه الاشراف على لجنه التحكيم، سواء اشراف او حتى تطوير الاثنين مع بعض. واتقال وقتها كمان ان الكابتن محمد فاروق هيكون دوره اشراف مؤقت ورئيس لجنه بالانابه لحين التعاقد مع رئيس لجنه تحكيم اجنبي. وانا وقتها طلعت وكتبت وقلت، ويمكن الموضوع ده عمل رد فعل قوي داخل الاتحاد وداخل لجنه الحكام، وقلت اوكي ما عندناش مشكله ان هيكون في رئيس مؤقت للجنه، لكن مين اللي هيكون مسؤول عن ملف التعيينات؟ في ظل وقتها لما جمال علام اتصل بمحمد فاروق وقال له هترجع للجنه من تاني وتبقى نائب رئيس لجنه، فمحمد فاروق اشترط قال له هرجع بس ماليش علاقه بتعيينات الدوري الممتاز. فوقتها انا طرحت السؤال، مين هيبقى المسؤول عن ملف التعيين لحكام الدوري الممتاز؟ ووقتها او بعدها على طول بعد البوست وبعد ما كتبت واتكلمت في الجزئيه دي حصل اجتماع داخل الاتحاد وداخل اللجنه، وساعتها تم تكليف، انا بقول بقى معلومات من اول الموضوع لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها، كل دي كانت معلومات، بس مهم جدا اقول لحضراتكم الترتيب اللي حصل خلال الفتره الاخيره عشان نسترجع مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل من تطورات في لجنه الحكام. عمل اجتماع الكابتن محمد فاروق مع اعضاء اللجنه اللي كانوا موجودين وقتها، توفيق السيد وايمن دجيش واحمد ابو العلا واحمد فاروق المسؤول عن الامور الاداريه في اللجنه، وتم واعتقد كمان مجدي رزق وعدد من الحكام والكابتن ياسر محمود وعدد من الحكام اللي حتى المسؤولين عن القسم الثاني والثالث. والكابتن محمد فاروق وقتها بعد ما تم تكليفه برئاسه اللجنه بشكل مؤقت كلف الكابتن توفيق السيد بمنصب مدير لجنه الحكام والمسؤول عن تعيينات حكام الدوري الممتاز. تمام؟ طيب مين نائب مدير اللجنه؟ الكابتن احمد فاروق، ده حد من الناس الجميله اللي شغاله في اللجنه منذ اكتر من 15 20 سنه، يعني حد ليه خبرات طويله جدا، هو مش حاكم، هو راجل مسؤول عن الامور الاداريه، بس الكابتن فاروق عشان عارف المشاكل اللي بتحصل جوه اللجنه، وبصراحه وبكل امانه عشان يبعد شويه الكابتن احمد ابو العيلة عن ملف الاداريات الخاصه باللجنه، فكلف الكابتن احمد فاروق بمنصب نائب رئيس اللجنه. طيب بعدها الكلام ده من ايام قليله، يعني الكابتن محمد فاروق سافر السعوديه وبيعمل عمره، ربنا يتقبل ان شاء الله ويرجع بالف سلامه. ولكن في التوقيت اللي سافر فيه الكابتن محمد فاروق، مش عايز اقول حصل تعديل على ملف التعيينات، ولكن الكابتن توفيق السيد اشتغل في ملف التعيينات مش لوحده، وابتدى يشرك معاه الكابتن احمد ابو العيلة في ملف تعيينات الحكام، بل الادهى من ذلك اللي الكابتن محمد فاروق لم يكن يعلم اي شيء عن تعيينات حكام الاسبوع ال 18 اللي كان في الايام اللي فاتت، وعدد من المباريات تم تكليف عدد من الحكام في الفتره الاخيره. وبالتالي رجعنا تاني لما قبل فتره مارك كلاتنبرج، مع اختلاف المسميات او مع اختلاف الاشخاص، ولكن تبقى او يبقى ان في شخص او اتنين لسه زي ما هو بيعملوا نفس الشغل اللي تم في الفترات السابقه. طيب ملف التعيين حكام الدوري الممتاز سيظل ازمه كبيره في لجنه الحكام وفي اتحاد الكوره خلال الفتره الجايه، الا اذا ما تدخلش مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه جمال علام في هذا الملف لغايه ما يجي خبير اجنبي. بمناسبه الخبير الاجنبي، انا مش فارق معايا الجنسيه، انا هرجع لملف التعيين وهتكلم النهارده في نقط مهمه جدا، انا مش فارق معايا مين هو جنسيه الخبير الاجنبي اللي هيجي يمسك اللجنه الفتره الجايه. ويمكن جمال علام رئيس الاتحاد اتكلم وقال مع عدد من المسؤولين خلال الساعات الاخيره لا ان في رئيس لجنه حكام اجنبي جاي، انا ما عنديش شك في ده، خلاص في رئيس لجنه حكام اجنبي جاي، واتمنى ان يتم الاصراح شويه في مساله التعاقد معاه
من وقت رحيل كلاتنبرج لغايه دلوقتي احنا داخلين في شهر، مر شهر ومفيش جديد، فاتمنى ان يتم الاعلان بشكل سريع. لكن انا الاهم بالنسبه لي، والناس ممكن تتفاجئ، هو في اهم من شخصيه الخبير الاجنبي؟ اه في اهم. مين هو؟ المترجم. انا عايز مترجم. الراجل اللي هيجي يمسك ملف لجنه الحكام في اتحاد الكوره محتاجين معاه مترجم. ليه محتاجين معاه مترجم؟ الناس ما تتصدمش من المعلومه اللي هقولها. كل اعضاء اللجنه اللي موجودين حاليا لا يجدون التحدث باللغه الانجليزيه بشكل احترافي، كلهم بلا استثناء ما عدا واحد، كلهم بلا استثناء ما عدا واحد. واعتقد اللجنه عارفه الكلام ده كويس جدا، وانا بقول ما عدا واحد لان الشخص ده كان من الاسباب الرئيسيه اللي صدر ازمات وعمل مشاكل لمارك كلاتنبرج في الفتره اللي فاتت. فاتمنى عشان ما يخشش بنفس الطريقه اللي تعامل بيها مع الفتره السابقه ويتكرر نفس الامر، وكانك ما عملتش جديد، شلت انجليزي وجبت اسباني. لكن في النهايه القريب من صناعه القرار مع الخبير الاجنبي هو هو نفس الشخص، فالافضل يبقى فيه مترجم عشان حجه اللغه ما تبقاش موجوده عند اللجنه او عند الاتحاد، ونرجع تاني لنفس التعامل اللي كان بيتم من عضو اللجنه السابق اياه اللي كان بيتعامل مع مارك كلاتنبرج. دي نقطه مهمه جدا، يعني انا مش بتكلم في الخبير الاجنبي، انا عايز مترجم. شوفوا وصلت لفين، انا محتاج حد يبقى مترجم مع الراجل اللي جاي، يترجم اسباني، يترجم الماني، يترجم ايطالي، مترجم. ودي نصيحه مني للاستاذ جمال علام اذا كان عايز يعني يقفل ملف التحكيم نهائيا حتى نهايه الموسم، ويشيل من على نفسه الصداع الكبير اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. دي جزئيه.